تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا مطبخ الشروق على قناة الشروق، ورجعنا لكم من تاني يوم جديد ووصفات جديدة متنوعة مع شيفنا الجميلة آية. مرحبا بك شيف آية. ازيك يا احمد؟ الحمد لله كله تمام، انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. يلا ممكن تورينا الليلة شنو؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من مطبخ الشروق على قناة الشروق. النهاردة اكلتنا سجق. هنعمل ايه؟ هنعمل نوعين سجق بالمكرونة بشكل مختلف. أوكي. اول حاجه هنولع، انا هولع على العين دي عشان هحط ميه بس تغلي. هحط ميه الاول عشان نسلق المكرونه، والمكرونه الثانيه اللي هنعملها مكرونه الحله الواحده، يعني هنعمل السجق والمكرونه وكله في حله واحده. اوكي. اول حاجه هنعمل ايه؟ هحط زيت، مش كتير علشان انا لسه مش عارفه السجق بتاعي فيه ماده دهنيه كتير ولا لا، مش دايما انواع السجق بتبقى زي بعضها. طقمه معاك. شايف الحله برضو. هستنى الزيت يسخن، زي ما احنا متفقين ان اي لحوم لازم تتحط على نار عاليه، فهستنى الحله تسخن والزيت يسخن وهنزل بالسجق. وهنعمل ايه بقى؟ هنعمله طبعا سبايسي عشان انتوا عارفين ان انا بحب السبايسي. خلاص انا الكرو كله بقى بياكل سبايسي بسبب ان انا باكل سبايسي. الميه هنا هحط فيها رشه ملح. الزيت بدا يسخن، هنزل بنص السجق هنا عشان نص السجق التاني هسيبه للسجق التاني بقى اللي هو ايه كده، حكايه اوكي حاجه كده تعجبكم ان شاء الله. هحط السجق صحيح، مش هقلبه، هسيبه ياخد صدمه. قبل ما ياخد صدمه هنقطع الخضار اللي هنستخدمه. هناخد بصل، هقطع جوليان، له شرايح، شرايح رفيعة، طبعا احنا متفقين ان التقطيعة لازم تكون تقطيعة الوجبة الاكلة كلها ماشية مع بعضها، فانا عندي السجق زي ما هو ما قطعتوش، هقطع البصل شرايح طويلة وهقطع الفلفل الالوان شرايح برضو، هاخد حتة من كل لون. وهناخد فلفلايه خضراء، هنقطعها برضو شرايح. من الحاجات المهمة الحتة دي بتبقى ممررة في الفلفلايه، فالأفضل ان احنا نشيلها الحتة البيضة دي. هقطعها شرايح، هنقلب السجق. حاجه ولا ايه؟ لغايه حاجه تقلب؟ لا اهي، لا 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 تمام. هنقلب السجق، دي ما بتجلب كويس زي ما بتبقى. طبعا انا كده كده مش محتاجه حاجه. وهنقطع الفلفل ده برضو شرايح. الفلفل الملون ده بيدي نكهه في الاكل ولا؟ اه طبعا طبعا بيدي طعم في الاكل، تسكيره و... هنشيل برضو الحته دي عشان زي ما قلنا بتمرر. انزل بالفلفل بالبصل، انا اسفه، انزل بالبصل. ايه
وبعدين هنزل بعصير نص ليمونة، رشة فلفل اسود، رشة ملح، فصين ثوم مفروم، السجق حلو وريحته حلوه وبدا كده يدينا الريحه اللي احنا عايزينها. وبعد كده هنزل بالفلفل الالوان وهقطع الفلفل الاخضر وقرن فلفل حامي ممكن نفرمه لو احنا حابينه مفروم شوية عن كده. المويه شكلها غلط يا شيخ. ممكن ننزل المكرونه تتسلق، هننزل نص كميه المكرونه او ثلاث ارباعها وهنجيب مكرونه تاني. شوح الخضار كله وبعد كده هنزل بعصير ست طماطمات وهحط كوباية مية وهنحط نص معلقة معجون طماطم، شوية ملح تاني، وهنقلب. لا المكرونه ما بنغطيش عليها لما بنحط فيها المكرونه. هنحط هنا بس شويه زيت مكرونة زي ما احنا قلنا بتتسلق 4 دقايق بس وبعدين بنشيلها وما بنغسلهاش علشان هي في سلقها بتعمل طبقة من النشا عليها من فوق، الطبقة دي هي اللي بتخليها تمسك في الصوص فعشان كده ما بنغسلهاش. اول ما ده يغلي بقى هنحط المكرونة وهي نية وهتستوي فيها. انا حاسة ان احنا ممكن نزود شوية ملح تاني ورشة قرفة زي ما احنا برضو قلنا قبل كده، رشة القرفة دي اللي مش باينة بتطلع نكهة كل حاجة موجودة في الأكلة، بتطلع نكهة كل حاجة موجودة في الأكلة، فهي رشة بسيطة قوي طعم القرفة نفسه ما بيبانش، حتى الناس اللي هي ما بتحبش القرفة مش هتتضايق لأني هي طعمها ما بيبانش خالص، بس هي بتعزز النكهات وبتعزز نكهة التوابل اللي موجودة فيها. هحط رشة كزبرة بس مش كتير، حاجة بسيطة قوي، وهنقلبها وهنغطي عليها لحد ما تغلي. نطلع فاصل؟ فاصل. أعزائي المشاهدين فاصل وراجعين. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل نشوف المكرونة نقدت يا شفايا. أيوة كده خلاص هنطلعها، ممكن نطلعها ممكن نشوف دي نكملها الأول. دي غليت كده معانا، هننزل بالمكرونة النية في الصلصة عشان كده أنا حطيت مية، زودت المية شوية
هي جت على دول يعني اهو. ايوه هي بقى هتستوي في الصوص ده وفي نفس الوقت هتقله، بس خليني ازود شويه عشان شويه المكرونه اللي قلنا هي جت عليهم، واضح انها جت عليهم فعلا. شويه ميه. ممكن نطلع المكرونه؟ ممكن نطلعنا. ايوه هنغطي عليها وهنسيبها تغلي 5 دقايق وبعد كده نغطي عليها خالص، بس هننقلها لعين تانية ونسيبها لحد ما المكرونة تستوي. تقريبا هتاخد من 12 ل 15 دقيقة مش اكتر من كده. كده احنا طلعنا المكرونة دي، هنعمل ايه بقى؟ هنحط دي تسخن، نحط الزيت كده. الشيف معاكم احمد صفى لكم المكرونه. عايزاها هنا ولا لا؟ خليها عندك ثواني. ايوه بصوا بقى دي، هنخلي بس شويه خضره كده هنا هنحتاجهم دلوقتي. دي كزبره خضره هنحطها هنا، مع ليمونتين ومعلقتين خل كبار، هستعمل لنا الشوربه دي. هنعمل خلطه كده للسجق وهنحط معاها المكرونه المسلوقه، 3 فصوص ثوم، معلقه كزبره، هزود شويه ليمون عشان هي محتاجه تكون مزز شويه، نص ربع معلقة فلفل اسود، نص معلقة ملح، وهنضربها بالهاند ميكسر او في الخلاط او في الكبة، بس نضربها حلو. ممكن نديها شوية مية من بتاعة المكرونة هي محتاجة حاجة سايلة عشان تتضرب شوية، فمية المكرونة نزل منها النشا، فهتساعد على اصلا ان المكرونة تعمل صوص. ممكن سوي. ايوه ثواني جد هاخد خدها اهو فين اهو ولا كوبا كده. ممكن تديني شوية، انا هوطي على المكرونة دي خالص. ايوه الكوب هنا اه شويه صغيرين بس، يا دوب ربع كوبايه بس كده، كمان شويه بس زي الفل. نضربها ننزل بالسجق. نكمل ضربه. شوف هاي الليله عامله لمشاهدينا ومتابعينا شنو؟ سجق معاه شنو الوصفات شنو يعني؟ شنو شنو عامله لنا؟ ايه؟ عامله شنو شنو؟ عامله كم حاجه يعني؟ عاملين حلو ولا لا؟ لا مش فاهم. ما فصلتش فما تحاولش تسالني اسئله؟ خلاص محتاجه تفكير. هنقلب السجق بتاع المكرونه دي. تمام
هقوم احط معاها نص قرن فلفل حامي، حطينا كل حاجة هنا. هنحط بقى الخلطة دي كلها هنا. ريحتها عظيمة عظيمة عظيمة. ريحة الليمون وال أيوة والحاجات الحادقة. أحط شوية مية عشان السجق يستوي، وأتوقع إن إحنا ممكن نحتاج شوية ملح تاني. نخلي بالنا إن خلطة السجق بتكون فيها ملح. ممكن نطلع فاصل لحد ما السجق يستوي. ممكن فاصل ونواصل. ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل. السجق ايه كده خلاص يعني تقريبا استوى. ممكن مكرونة انزل بيها هنا بقى. هننزل بالمكرونة. عظيمة عظيمة عظيمة. انا حقيقي لازم ادوق حقيقي. حلوه قوي حلوه قوي. انا بالنسبه لي محتاجه رشه فلفل اسود تاني. الملح تمام. الملح تمام. كل حاجه تمام. وايه بقى محتاجة تتغرب بس وتتاكل بس. مش عايزين اي حاجة تانية من الدنيا والله العظيم. اشوف هنا وهنا كمان ريحتها برضو حلوة. ريحة الصلصة الشهقة. ايوة الشفاية بتجوعين. حرام عليك قاعد تجوع معانا برضو السادة المشاهدين. أي مشاهدين والمصورين والمخرج وكل الناس. بجد بعدين أكلة سريعة سريعة واتعملت في يعني يا دوبك سرقنا المكرونة. صح. ودي يا دوب انت عملناها في حلة واحدة. صح. المكرونة الثانية نفس المكرونة قسمناها. سريعة وسهلة ومختلفة عن المكرونات اللي احنا متعودين عليها اللي هي مكرونة حمراء مكرونة بشاميل. تغيير بالظبط. بتنفع أكلة سحور بتنفع في الفطور. بالظبط. وبعدين الناس اللي بتحب الليمون والخل و حاجات كده يا جماعة أنا مش هتكلم عشان مش قادرة أتكلم. دي أكلة سريعة جدا للناس اللي بتشتغل، الناس اللي ولادها بيرجعوا بالليل، حد جعان مش عارف ياكل ايه. مكرونة استوت.
ناخد بس عودين كده كزبره نفرمهم. دي الجبال قلت هي عايزه اوريكم له بعدين. ده اللي احنا شلناه من الاول وقلنا هنستخدمه. الله الله برضو هنا عشان يدينا شوية فريش كده. بس كده احنا عملنا المكرونة بشكلين مختلفين بطعمين مختلفين. سهلة جدا، مش هتاخد مننا 10 دقايق، لا دي ولا دي. لازم تجربوها، لازم تجربوا دي، لازم. نطلع فاصل؟ نطلع فاصل. سادة المشاهدين، فاصل ونواصل، خليكم قاعدين. أهلنا الطيبين ورجعنا لكم بعد الفاصل نشوف الحاجات الجميلة والحلوة دي. هنعمل بقى الكنافة اللي الحلقة اللي فاتت قلنا هنشيلها ونشوف هنشيلها ازاي وما تطلع هتكون عاملة ازاي. ايوة من حلقة الحلويات. ايوة ايوة. الكنافة ممكن بعد ما طلعها تكون محتاجة انها تدخل الفرن، لو هطلعها استخدمها على طول تكون محتاجة انها تدخل الفرن شوية علشان الزبدة تفك فيها شوية، بس احنا عشان مطلعينها من اول الحلقة فمش هتحتاج معانا. اهم حاجة نسويها ونسويها من الحروف. ممكن نعملها في الكب كيك. عارفة يا شيف آية، احنا عندنا في السودان بنعمل الكنافة زي الكنافة في حلقة الحلويات عادية، لكن عارفة عندنا ناس بيعملوا كنافة على الفحم، جربتيها؟ طبعا طبعا يا اخي دي فيها طبعا طعم تاني، تستوي استوى كده براو، طعم تاني خالص خالص خالص، بترجعنا لحاجات الزمان. شوف في العصر الجديد ده في حاجات جديدة، في نفس الوقت في حاجات بترجع يكون طبعا عشان يعني هو الطاجن المعرف الفحم في حاجات صح كده. عشان هو زمان بالزبط. هو الاصل. ايوه بدأت الزبدة هي تفك، اهم حاجة بس امسكها كويس عشان لما اجي افكها من الصينية تطلع معايا شكلها مظبوط والاطراف برضو. هنعمل ايه بقى؟ انا بحس ان الحلويات دي فقرة اللعب. عشان كده عملنا حلقة لوحدها. ايوه هنحط الكريمة. دي الكريمة اللي كنا عاملينها لما طلعناها من التلاجة، انا بس بضربها كده شوية. يعني في رمضان الواحد ما حيتعب لما يعمل حاجة كده ويحفظها كويس، فبيجي يعيد استخدامها تاني. بالظبط. لما باجي افردها بفردها كده رايح جاي. ممكن نفرد بزي اكبر. ايوه
تفرد كده رايح جاي، وهي الكريمة بتفرد معايا. بضغط عليها ضغطة بسيطة، نزل بقية الكريمة، كده كده انا عايزاها بس تفرد مش كتير، لانه احنا لسه هنحط عليها طبقة تاني. وهنحط شوية سكر، ما بقلبش السكر غير لما لونه يغير علشان ما يتلكعش. وهنستخدم كمثرى، في ناس بتحب كسرة الفواكه مع الحلويات أو بتبقى حتى في الكيك، بتبقى حلوة قوي. والكمثرى كمان لما بتتكرمل مع السكر بتبقى طعمها خطير. وهنحط عليها برضو قرفة، وهنحط مكسرات، التفاح برضو لما بيتعمل بيبقى حلو قوي نفس الطريقة دي. بدل الكمثرى تفاح، زي فطيرة التفاح. ايه؟ زي فطيرة التفاح بالظبط. السكر لما باجي اعمل الكراميل او باجي اكرمل السكر او ما بقلبهوش خالص لحد ما لونه يغير تماما. بعد كده اقلبه واشوف انا محتاجه اسيبه على النار زياده، محتاجه اعمل فيه ايه. بس احنا هنسيبه لحد ما لونه ما يغير خالص ويتحول لكراميل. هبدا اجيب الطرف بس كده علشان ما يتحرقش. بدا اهو كله يسيح. السكر من الحاجات اللي حساسة قوي واحنا بنعملها، لان هي ممكن تتحرق بسهولة. بدأ يسيح اهو، يدوب خالص. لازم حركتي هنا تكون سريعة جدا علشان ما يتحرقش. هرفع من على النار شوية وهحط الكمثرى. وانا بعيده من النار هقلب. دي هترجع تسيح تاني، بس هنحطها على نار واطيه هاديه شويه. هنحط رشة قرفة، بس رشة حلوة كده. هحط رشة قرفة كمان. بصراحة القرفة مع السكر مع الكمثرى تبقى حلوة قوي.
وهسيب السكر ده لحد ما يسيح. بعد ما حطينا الكمثرى عليه وهو سخن زي بالظبط اللبن كده، لما بنيجي نعمل الكراميل وبننزل باللبن، بعد كده بنوطي النار لحد ما تدوب خالص. ممكن نحط القرفة عيدان، ممكن اشيل دي بدل ما نستنى لحد ما تسيح. كده ساحت كده ساحت خالص معانا. اعلي النار شويه. دلوقتي بقى ممكن نحط شويه مكسرات، نحط سوداني. الله، طبعا انا عارفه قد ايه انتوا بتحبوا السوداني. جدا. هنسيبه يهدى بس شويه عشان ما احطوش على الكريمه وهو سخن. ممكن نطلع فاصل؟ ممكن لحد ما ده يبرد. اهلنا الطيبين الحلوين، هنطلع لكم فاصل ونرجع. رجعنا لكم بعد الفاصل، بتمنى ما نكون طولنا عليكم. نواصل شفايا. ده كده برد معانا، هنزله. مش عايزه اطلع بيه على الطرف قوي علشان يبقى طرفها كده كنافه. ده كراميل، مجرد ما هيدخل الثلاجه تحت القرفه. ايوه ده كراميل، مجرد ما الكراميل ده هيدخل الثلاجه هيمسك، يعني مش هيبقى سايل كده. طبعا عشاق السوداني. وبعدين بتحبوا الفول السوداني صح؟ ده صوص كراميل كنا عاملينه، هنعمله في حلقه مع بعض وهنوريكم معمول ازاي. بس كان في الثلاجه. بالنسبه لصوص الجمردين ده يا شيف، والله كنت هحطه وبعدين حسيت هيبقى كتير قوي، فهو يا دوب الكريمه مع صوص الكراميل مع السوداني والكمثرى، نسيت اسمها. حلو قوي. طبعا اللي عايز يزود كراميل يزود، ممكن نحط الكراميل على الحروف كده. و دي كده الكنافه. خلصت حلقتنا. بس عملنا ايه بقى؟ عملنا الكنافه اللي كنا شايلينها من الحلقه اللي فاتت، اللي طلعناها من الثلاجه وقلنا اللي يطلعها من الثلاجه وتكون مجمده شويه ممكن ندخلها الفرن اقل من دقيقه، يا دوب الزبده تسيح عشان اقدر ان انا اشكلها. ممكن نعملها كده، ممكن نعملها في كب كيك، ممكن نعملها الشكل اللي احنا عايزينه. واستخدمنا فيها الكريمه برده اللي احنا كنا حاطينها في الثلاجه، يا دوب ضربناها بس شويه علشان تفك كده وتبقى سموذي معانا. وحطيناها، عملنا حطينا السكر على النار، ولما قلب كراميل حطينا عليه الكمثرى وحطينا عليه قرفه، وفي الاخر خالص لما مسك ورجع سايح تاني حطينا السوداني وسبناه يبرد عشان ما ينفعش احطه على الكريمه وهو سخن، وحطينا الكراميل عليها من فوق. هنعمل صوص الكراميل مع بعض في حلقه. عملنا بقى المكرونات اللي كانت حاجات كده، انا بصراحه انبسطت جدا منها. عملنا السجق بطريقتين مع المكرونه. اول حاجه عملناه في حله واحده، حطينا السجق وحطينا البصل، حطينا الفلفل، حطينا عصير الطماطم، ثوم، ملح، فلفل اسود، ورشه قرفه بسيطه قوي، وفلفل الوان. وبعد كده حطينا شويه ميه غلي والسجق قرب على السوا، حطينا المكرونه نيه غليت من دقيقتين لخمس دقايق، ورحنا مغطيين عليها، وبعدين سبناها تقريبا خدت 12 دقيقة. أول ثلاث دقايق سبتها تغلي، وبعد كده وطيت عليها خالص علشان خاطر
سبتها من دقيقتين لثلاث دقايق ووطيت عليها خالص تقريبا، خدت 12 ل 13 دقيقة وكانت استوت معانا وكانت حلوة جدا وجوسي وكان طعمها حلو قوي. دقتها في الفاصل. انا كمان انا عجبتني الخضرة صراحة لانه كانت حاجة كده جديدة. أيوة. وفيها نكهة كده مختلفة فحبيتها صراحة. بالظبط. فانصحكم بقى والله. التانية بقى احنا حطينا السجق وسلقنا المكرونة وبعدين عملنا الخلطة بتاعتنا اللي كانت عبارة عن كزبرة خضراء وكزبرة ناشفة، ثوم، ليمون، خل، ملح وفلفل اسود، والمية اللي اتسلقت فيها المكرونة وضربناهم حلو قوي، وبعدين حطيناهم على السجق وحطينا شوية مية لحد ما السجق مستوى معانا وبقى تمام التمام. خدنا المكرونة حطيناها وقلبناها وغرفناها وكانت طعمها بجد حلو قوي قوي قوي. لازم تجربوها وتقولوا لنا رأيكم ايه وتقولوا لنا مقترحاتكم، والأكلة اللي تجربوها يا ريت تصوروها وتبعتوا لنا الصورة بتاعتها. وخلصت حلقتنا للأسف النهاردة، واستنونا في حلقة جديدة ووصفة جديدة مع مطبخ الشروق على قناة الشروق، وبعتوا لنا قولوا لنا عايزيننا نعمل لكم ايه. ان شاء الله. تسلم ايدك يا شفايا. اعزائي المشاهدين متشكرين جدا، وبكده بتكون حلقتنا لليوم خلصت. نشوفكم في حلقة جديدة في امان الله.